لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. حريق الناصرية أحرق أوراق اللعبة وعبث بتفاصيل المشهد جملة وتفصيلا، فكان الرد بمقصلة الانسحاب. ففي الناصرية حدث ما لم يحدث في سواها، ليس لأن من جاء ليتعافى لم يحصل على العافية، بل تفحم حتى استحال التعرف على هويته، ولكن لأن سهام التشكيك والاتهام التي تلته فاقت سواها ولم تنل من الصحة فحسب، بل من محسوبين على التيار الصدري. رسائل نسبت لمحافظ قار وقبلها لوزير الصحة المستقيل نفيت فيما بعد من كليهما. حملت هذه الرسائل التيار مسؤولية تردي القطاع الصحي والفواجع التي حدثت فيه، فجاء رد زعيم التيار السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من المشاركة بالانتخابات المقبلة ورفع اليد عن الحكومة الحالية والقادمة، لأن كل ما يحدث في العراق اليوم هو لمنع وصول عشاق الإصلاح من السلطة كما جاء في بيانه. ليأتي السؤال، هل سينعم العراق بالرخاء والهدوء إذا انسحب الصدريون من سباق الانتخابات، أم أن العكس صحيح؟ هل هي لعنة الناصرية تطارد كل السيئين والمقصرين في الوطن، أم أننا أمام مشهد عاصف ينبئ بكارثة تقترب من مفهوم الانقلاب؟ وما معنى أن ينسحب طيف سياسي واسع بحجم التيار الصدري من الانتخابات، وكيف ستتعامل المفوضية مع هذا الإجراء؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نرحب بضيفنا الأستاذ عصام حسين عضو التيار الصدري. حياك الله سيد عصام، وأيضا السيدة جولشان كمال عضو سابق بمفوضية الانتخابات. حياك الله السيدة جولشان، أهلا ومرحبا. استريحي كل الهلا، مساكم الله بالخير. مساء الخير. نبدأ مع حضرتك أستاذ عصام، حياك الله. يعني خطوة مفاجئة، خلينا نقول صدمة من العيار الثقيل، تلقيناها جميعا بعد إعلان السيد مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات. كيف نفسر هذه الخطوة؟ وأيضا هل كنتم على علم بها أم تفاجأتم كما البقية؟ أولا أرحب بك، حياك الله ضيفتك الكريمة وبالمتابعين الكرام. احنا نروح إلى العمل السياسي أو إدارة العمل السياسي على الأقل في الفترة القصيرة بعد تظاهرات تشرين، ونسأل هل هناك إعادة لصياغة الخطاب، خطاب جديد بما يتلائم مع سخط وإحباط الشعب العراقي؟ هل هناك جدية لدى هذه الكتل السياسية أن تغير منحى خطابها نحو على الأقل بعد ما حصل في تشرين؟ بعد ما حصل يعني في تشرين، يعني خطاب السيد ممكن يكون متناغم مع تشرين؟ القضية أن هناك شعب سخط، هنا نحن نتوقف. قضية من تنتقل القضية من قضية ملفات فساد إلى قضية دماء، اتهامات هذه الكتلة على تلك الكتلة بأنها المسؤولة عن حرق مجموعة من الراقدين في المستشفى، هنا احنا في موقع الخطر. احنا أمام، إذا شخص انضرب سيارة بالشارع راح الشعب يقول أنه هذا الصراع السياسي. هاي الأحزاب وصلت مرحلة من الغباء أنه بدأت تتعامل مع الدماء. لو باقين على ملفات الفساد وهذا يتهم هذا بالفساد، هاي اتهامات الملفات الفساد أدت إلى صعود تشرين، أدت إلى خروج الشعب العراقي بكل أطيافه قبل أن يحدث الانقسام. الآن نحن أمام حوار الدم. يعني سيد عصام، أنت ذكرت وتشير هنا ضمنا إلى الأحداث في الناصري أنه ربما أسيء للتيار الصدري أو اتهم بشكل مباشر أنه خلف ما يحصل، خصوصا في موضوعة مثلا الكهرباء والاستهداف الواضح للكهرباء وما يحصل، وأيضا الصحة. هل نتيجة هذا السبب جاء انسحاب السيد مقتدى الصدر؟ احنا نذهب وين؟ نروح مع حسن النوايا انه اللي حدث حادث عرضي، لكن عملية التعاطي مع هذا الحادث العرضي
أدى إلى سخط الشارع العراقي بشكل عام. هم يتصورون أنه هذا الواقع راح يدين التيار، لكن الشعب العراقي يعني نزولا لسخط الشارع سيد عصام؟ طبعا هناك كراهية، هاي الكراهية قد تؤدي إلى حرب أهلية مستقبلا، قد تؤدي إلى تصادم من الممكن أن يطيح بالعمل السياسي كله، خصوصا أنه توجد لدينا شباب بين قوسين وكحين، شفناهم يواجهون القوات الأمنية بقوة ويريدون حقوق ويطلعون ويظاهرون حتى ما يهابون من الرصاص. كل هاي تناستها الأحزاب هسه في وضع الاسترخاء. هذا الاسترخاء كان سابقا بعد تظاهرات البصرة أيضا استرخوا وماكو حلول، وأيضا الآن استرخوا وماكو حلول ونفس الاتهامات. السيد أراد إعادة صياغة هذا الخطاب أنتم مستقبلا أنه إحنا كتيار صدري سبب اللي يحدث بالعراق كهرباء بالآخره، أنا راح انسحب من العمل الانتخابي وهذا الميدان على قولة المثل يا حميدان، وروح شوف الوضع مالتك أنه أنت تدير الحكومة في المستقبل إدارة مثالية. سيد عصام أنا حتى أنتقل للسيد الشيخ محمد الصيهود نائب السابق عن ائتلاف دولة القانون اللي انضم لنا الآن وأرحب به بكل تأكيد، وقبل أن أنتقل حتى أخذ إجابة واضحة. سبب واحد سببين له أسباب متعددة بعد حادثة الناصرية وسخط الشارع والاتهامات للتيار الصدري من قبل الأحزاب وحتى ربما جمع من الشعب العراقي لو نزولا لسخط الشارع لما يحدث له لعدم تحديث الخطاب الوطني بعد تشرين، لو كل هذا مجتمع مع بعض كله مجتمع. وإذا تريدين بعد المداخلة أشرح لك ما حدث بالناصرية. اللي حدث أن السيد مقتدى الصدر أمامه مجموعة خطوط كلها تؤدي للانقسام المجتمعي، والانقسام المجتمعي قد يؤدي إلى تصادم مستقبلا وقد يؤدي إلى حرب أهلية. هذا الموضوع عند السيد مقتدى الصدر. خروج التيار في هذه المرحلة رسالة احتجاج شديدة اللهجة لهذه الكتل. أنتم الآن أمام هذه المسؤولية. تقدرون يعني لو ما خرج التيار الصدري من الانتخابات راح تكون حرب أهلية. مو بهالصورة. الخطاب قد يؤدي إلى تشرين أعنف. ربما شهر آخر يعني أعنف من اللي حدث في تشرين. سيدي دائما يستبق الأحداث. يقودها الصدريون أم التشرينيون؟ شلون؟ يقودها الصدريين لو التشرينيين؟ يقودها الشعب العراقي. الشعب العراقي ساخط جدا. سواء تروح هناك مواقع التواصل ممكن تسوون دراسه، تروح للشارع تسوون دراسه، الشعب ساخط جدا على الوضع. هاي الكتل السياسيه دائما تسترخي، لديها شيء من الغباء. هي من تحرض الناس على استهداف هذه، على استهداف نفسها. يعني ما ممكن ان تتوجه خطاب هاي الصوره انه يا عالم انه الصراع السياسي وصل لحرق الناس. هسه لو طلقة هم ماكو مشكلة. لحرق الناس بصورة بشعة، عظام عظام وشالوها. هاي الكتل السياسية تيار الصدري ما يتحمل جزء من هاي المسؤولية سيد والله أصلاً. إذا أسولف لك ورا النهاية راح ممكن. أرجع لك بهذه التفصيلة. وأيضا أعود للسيدة قرشان لنتحدث عن الإجراء القانوني فيما يخص المفوضية وقضية الانسحاب. الشيخ الصيهود حياك الله، إذا كنت تسمعني بوضوح. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، حياكم الله. الشيخ محمد تسمعني؟ أسمع نعم، حياكم الله. حياك الله، أهلا ومرحبا. كيف قرأت خطوة السيد الصدر بالانسحاب من الانتخابات المقبلة بعد أن كان التيار الصدري يلوح بل ويجزم بأنه رئاسة الوزراء المقبلة راح تكون من حصته حصرا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحية لضيوفك الكرام. لا شك أن العملية السياسية والوضع في العراق وضع صعب جدا وخطير في نفس الوقت بسبب الأداء الحكومي وكذلك أداء الكتل السياسية التي جاءت بالحكومة. انعكس سلبا على الوضع في العراق، على الشعب العراقي، أداء الحكومي يعني أداء متردي جدا، الخدمات وسياسة الحرائق اللي جاي نشهدها وآخرها مستشفى الحسين في الناصرية وسبق مستشفى الخطيب، فضلا عن حرق ملفات وزارة الصحة وباقي الوزارات. فإذا الأداء الحكومي بكل نواحي سواء كان الخدمي المعيشي كلها متردية جدا، وبالتالي لابد من إجراء إصلاح وتغيير للعملية السياسية برمتها. هذا الواقع اللي احنا جاي نعيشه، الواقع البرلماني وكذلك الواقع الحكومي على اثر انتخابات مزوره اللي هي انتخابات 2018، نتج منها هذا البرلمان ونتجت منها هذه الحكومه واللي سبقتها، وهذه الحكومه ادائها سيء جدا جدا جدا. جاي يشوفون الوضع في الكهرباء متردي جدا،
وفي نفس الوقت الخدمات في المستوى المعيشي، الفقر وصل إلى ربما أكثر من 40%، البطالة المنتشرة، الخدمات تحدث بلا حرج، المستشفيات، أداء المستشفيات. إذن الوضع في كل نواحيه متردي جدا، وبالتالي لابد من إجراء إصلاح وتغيير للعملية السياسية. كيف يمكن أن يكون هذا الإصلاح؟ كيف يمكن أن نغير هذا الواقع؟ يعني التغيير الواقع يأتي من خلال الانتخابات، وإلا ما عندنا أسلوب آخر ولا عندنا طريقة أخرى بالتغيير. الانتخابات اللي هي الانتخابات المبكرة، فأنا أعتقد أنه كل رؤساء الكتل السياسية اللي هم يقودون المشهد الآن في العراق، إذا ما أرادوا فعلا تغيير وإصلاح حقيقي، فعليهم أن يسارعوا بإجراء الانتخابات. بإجراء الانتخابات في ظروف أمنية مهيئة لإجراء هذه الانتخابات، حتى نمكن أن نصحح المسارات، حتى نجي ببرلمان يستطيع من أن يشرع. يعني تعتقد أنه انسحاب التيار الصدري من السباق الانتخابي ما راح يصب بمصلحة العملية الانتخابية، بل راح يربكها ربما؟ أنا لو نرجع للمعطيات اللي ذكرها سيد عصام قبل قليل، أنه لو باقي التيار الصدري وما خاطي هذه الخطوة بالانسحاب، ربما راح يكون أكو ثورة ثانية، راح يكون أكو حرب أهلية، لأن الشعب ساخط جدا من الوضع الحالي. سيد محمد، يبدو أنه فقدنا الاتصال، أعود لك بعد قليل وأرحب بالسيدة غولشان من جديد. حياة الله سيدة غولشان. نتحدث من الناحية الإجرائية، المفوضية أغلقت باب الانسحاب، كيف يمكن أن ينسحب أي مرشح؟ شو من الإجراء القانوني جراء انسحاب التيار الصدري من الانتخابات؟ طبعا احنا ارحب اخويا والاستاذ الكريم وبحضرتك وبجميع مشاهدينا الكرام. حياك الله. طبعا احنا نعرف انه كانت هناك اوقات محدده لعمليه الانسحاب من يعني بالنسبه للافراد او بالنسبه للكيانات السياسيه، تقدر تنسحب خلال هاي الفتره المحدده من يعني من العمليه الانتخابيه. اما اليوم فاي عمليه انسحاب غير مرفوضه، طبعا لا يجوز لي أن تقدم رسميا عملية انسحاب. ونتمنى يعني من التيار الصدري اللي عندها هاي القاعدة الشعبية أنه ما تكون لها هذا الموقف، لأن اليوم وجودهم في الساحة ومشاركتهم في العملية الانتخابية هذه دليل على الديمقراطية، وكل واحد يستطيع أن يحصل ما له من قاعدة شعبية في العراق. طبعا تعرفين الانتخابات هي تداول سلمي، وبالتالي عندما تحدث الأخ حول عملية أن تكون هناك مشاكل بعد أقوى من ثورة التشرين أو غيرها من دماء، وهذا غير مرجو من الشارع العراقي. أتمنى صوتنا يوصل كمفوضين سابقين في المرحلة القادمة، أن ما تكون الحال كما هو اللي هسه اليوم يحسبوا لها السياسيين. طيب. بأنه الوضع تكون إلى الأسوأ. أما بالنسبة للإجراءات فعملية انسحاب التيار الصدري مشروعية سيد غولشان ما لها أي تأثير، لأنه هم موجودين أسماءهم بالقوائم وهم اللي راح يشاركون بالعملية. يعني ترغمهم المفوضية إلى النزول إلى الانتخابات؟ ما هو انسحاب جماعي وكتلة هي كبيرة، هي نزلت الأسماء بالورقة الاقتراع وصارت شكلها وأخذوا أرقام، وبالتالي لا يجوز لهم حاليا الانسحاب من العملية الانتخابية. موجودة أسماءهم، هاي عمليات إجرائية. يعني قانونيا ماذا يترتب على هذا الانسحاب؟ ما يترتب عليه أي شيء. إذا في حالة أنهم هم ما يريدون يشاركون، يعزفون في يوم الانتخاب ما ينزلون إلى الشارع العراقي، واحتمال تنحل هاي المشكلة، ينزلون فيتبقى أسماءهم موجودة وأرقامهم موجودة، لأنه المفوضية تعمل على قدم وساق حسب ما نعرف. حتى شكل ورقة الاقتراع صارت انتهت، وتوزيع مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع كلها موجودة حاليا، وبالتالي فالمفوضية ما مسؤولة عن أي توجه سياسي في الشارع العراقي، لكن هي مسؤولة كإجراءاتية، فهي موجودة في حاليا في المفوضية. خلينا نشوف رأي أستاذ عصام بالموضوع. يعني هذا الانسحاب ما إلى أهمية على أرض الواقع، على اعتبار المفوضية خلص غلقت باب الانسحاب، شنو الداعي من هذه الخطوة أساسا؟ يعني أنه إحنا تيار صدري، إحنا تيار منظم جدا. نعم. عملية الأمر من سماحة السيد مقتدى الصدر ينفذ عند كل أفراد التيار الصدري.
عملية إدارة انتخابات. شفنا يمكن بعض أتباع السيد الصدر اليوم حرقوا بطايقهم الانتخابية على الأطباء. معلومة جدا مهمة أيضا أن السيد مقتدى الصدر وقف عمل الهيئة السياسية وحول السيد نصار الربيعي والسيد محمد الموصلي إلى مستشارين. يعني التفاوض الآن مع السيد مقتدى الصدر حصرا. مو مثل السابق أنه الهيئة السياسية تتفاوض إلى آخره مع الكتل السياسية. إذن التفاوض يكون مع السيد مقتدى الصدر مباشرة. مستشارين مو السيد نصار ولا السيد محمد الموصلي مع السيد مقتدى الصدر. وإذا السيد مقتدى الصدر قاف الموبايل فبعد فقرهم شلون يلقوا ما أدري. عموما القضية اللي السيد مثل ما قلت لك هو عملية السخط اللي حادثة. قضية أنه اشتراك التيار الصدري وراح أنه بالإعلام يتكلمون أنه أكمر الشحيم مستقلين لآخره لن يذهب صدري واحد إلى الانتخابات ما لم يؤشر السيد مقتدى الصدر أو الحاج صالح محمد العراقي. هاي الشخصتين فقط يؤشر إلى ماذا؟ إلى الذهاب إلى الانتخابات. كل اللي هذا وارد؟ سيد عصام خلنا نتحدث بكل ما يتحدث بشارة العراقي بصراحة. اليوم أكو تشكيك بهذه الخطوة الاعتبار هي مو الأولى. ب 2013 صارت شبيهة. السيد مقتدى الصدر ربما ينطي قرار وبعدها يتراجع وفقا لمعطيات معينة. تلك القضية ضخمة. هذا القرار مؤقت. لا تلك القضية ضخمة. السيد مقتدى الصدر في عام 2014 قال راح ابتعد عن العمل السياسي كاحتجاج على سياسة السيد نور المالك في ذلك الوقت بتعامله مع الاحتجاجات اللي حثت في الغربية. كان السيد يوجه له يقول له إنه أنت ذاهب للعراق إلى المجهول. حثت مال سحب الثقة عام 2012 وبعدها محاولات السيد كاحتجاج قال لك أنا راح أطلع من العمل السياسي لأن العمل السياسي وصل لمرحلة مغلقة جمود سياسي بالكامل. لكن شو كنت رجع عندما حاول المالكي أن يكون ولاية ثالثة قدر السيد مقتدى الصدر بمساعدة الكتل الأخرى أن يزيحها ويجيب حيدر العبادي اللي تعامل بصورة منطقية خطاب منطقي مع المناطق الغربية واستقبلوا خطابه وقدروا العراقيين أن يحررون العراق خلال 3 سنوات وباقي المالكي 10 سنين ما يتحرر العراق نتيجة خطابه يعني يمتلك خطاب عدائي كان في وقته ضد المكون السني حين نتيجة خلافات بين القيادات السنية والقيادات الشيعية. يعني ما معنى هذا القرار لا رجعة به لو هذا القرار واقف حسب معطيات بالنسبة أن قد نذهب إلى حكومة الطوارئ يعني شو المشكلة؟ يعني الكتل السياسية الآن مو جدية في بناء وضع سياسي حقيقي أبد ما عندهم جدية في هذا الموضوع. إذا تسمحي لي ممكن أدخل سياسي أنا زين إحنا ليش ما التيار الصدري بهذا القوة اللي هسه موجود يعني أكو إجراءات يعني مثلا هسه أحد يعني الكتل السياسية مثل عندنا قادمون طرحت الانتخاب المزدوج طرحوا هذا الانتخاب المزدوج في الشارع العراقي وطلبوا أنه الحكومة هي نفسها نفس أنتم عندكم قوائم مال برلمانيين قدموا للشارع خلي يرشحوا لكم مثلا نحن هسه مثلا قادمون قدمت هذا الشيء قالت أنه انتخاب المزدوج الشارع العراقي ممكن يقدم حكومة أعضاء الحكومة كلها وتطلع هذه الأعضاء من رحم الشعب يعني الشعب هم ينتخبون تفتحون نافذة وبالتالي هذه النافذة ترشح حكومة وتصير عليه انتخابات وهي هسه مسموح بالمفوضية بهذا الإجراء متبنيها قادمون هسه حاليا هذا الانتخاب المزدوج حتى في نفس الوقت القائمة اللي يعني ترشح يعني البرلمان اللي يجيب الأغلبية ممكن تزيح يعني الحكومة يعني ما معنى سيد العصام أنه أنتم كنتم تجزمون بأنه رئاسة الوزراء راح تكون من حصتكم راح تجيبون 100 مقعد فأنتم أوردي مطمئنين أنه الأغلبية لكم وبالنهاية راح تغيرون من الخطاب تتجهون نحو الإصلاح حسب شعاراتكم المرفوعة ليش ما اتجهتوا لهذا الوضع؟ شوفي احنا بالنسبة أن قضية اللي حدث كل هذا لأن التيار الصدري أعلن عن هذا الموضوع احنا نعرف أنه الكل كتلة سياسية هوية كتلة سياسية الأخرى ما عندها هوية انتخابية ما عندها خطاب انتخابي يمتلك مثل سماحة السيد مقتدى الصدر لأن ما عندها أرضية جماهيرية وأرضيتهم الجماهيرية قلقة جدا ممكن أن تنتقل مثلا انتقلت من دولة القانون إلى الفتح ممكن أن تنتقل للفتح إلى القوائم التشرينية أو للقوائم الحكمة فهم مضامنين نهائيا عملية أنه صعود برلمانيهم إلى المرشحين إلى البرلمان القادم اللي حدث الآن كل المحاولات اللي صارت إلى تأجيل الانتخابات اليوم السيد مقتدى الصدر أعلن رأسا الجماعة يريدون التسارع في قضية إقامة الانتخابات وتكون انتخابات شفافة ونزيهة وباعتبار انتخابات عام 2018 خصوصا الخاسرين اعتبروها مزورة ما راح نشوف في المرحلة المقبلة حرق يعني راح نشوف مين راح تكون وزارة الصحة كيوت
راح تشوفين وزارة الكهرباء ما بيها أي مشاكل، راح تشوفين ماكو أجنحة مسلحة في الشارع ولا تطويق. سيد أصامع، يعني اللي أحلم بكلامك، هذه الهجمة هي للتيار الصدري اليوم في بيان السيد الصدر لو تسمح لي أشار، يعني في حديثه ضمنا أن هناك إرادة شيطانية كما أشار ودولية إلى حرق البلد لمنع عشاق الإصلاح من الوصول والقضاء على الفساد، يعني حالات الحرق والهجمات اللي تصير حتى يمنعون التيار الصدري من الحصول على رئاسة الوزراء أو المشاركة في الانتخابات. فسر لي هذه المقطع من البيان. الكتلة السياسية تعرف أن التوزيع الانتخابي للتيار الصدري توزيع محترف، يعني أنه إحنا داخل الدائرة عندنا عدة دوائر وهمية. هاي الدوائر المهمية من الممكن أن نضبط جمهورنا، مثلا في مدينة الصدر أنتم أربع قطاعات تخبون، هذا هنا شنو تنافسنا راح يكون مو مزدوج، رباعي على من؟ على المرشح الكتل الأخرى. لذلك الكتل لديها دراسة حول التيار الصدري. حتى قبل فترة أحد مستشاري المعهد الأمريكي في على الكلوب هاوس التقوا جماعة، قال لهم أن التيار الصدري رايح بعيد في قضية الانتخابات في المرحلة المقبلة. هاي دراسات أمريكية معهد واشنطن معهد رصين. فإذا التيار الصدري متصدر، السيد في وضع القوة مالته حاليا قال أنا انسحبت، لكن الكتل السياسية شو راح تتعامل مع السيد مقتدى الصدر؟ قد يذهب الأمر إلى مثلا حكومة الطوارئ اللي ما يريدوها في ذلك الوقت. أكو يعني قضايا سياسية ممكن السيد يمارسها، ما ممكن السيد ترك الانتخابات، لكن ما ممكن أن يترك البلد بأيديهم لأنهم غير مؤتمنين على هذا البلد من خلال تصرفات من طوال 18 سنة وتحميل الكاظمي فشلهم ل 18 سنة. الكاظمي فاشل بسنة، يريدون من عنده كهرباء وصحة. الكاظمي استلموا 37 مليار دولار بالبنك المركزي، مع العلم هم استلموا ميزانيات ضخمة جدا. اللي يريد يقيم خلي يقيم على 21 سنة أو 19 سنة ويطلع ملفات الفساد. وليش البنك المركزي من كان بيد هذه الأحزاب الفرحة اليوم النصف فرحة والنصف قلقة من خطوات السيد القادمة؟ متصدر مثل ما قلت لك ما يترك السلطة بإيديهم بهذه الصورة بعد تجربة مريرة استمرت أكثر من 15 سنة. لذلك هم النصف فرحين انسحاب السيد على أساس أنهم راح أرجع لك في موضوعة أنه لن يترك السيد الصدر الساحة، وخصوصا في بيانة ذكر سنحاسبهم جميعا طبعا. إذا ما كان هو يعني عند نواب ومشارك بالحكومة فكيف سيحاسب؟ راح نرجع لهذه التفصيلة، لكن نرجع للسيد شيخ محمد الصيهود إذا رجع الاتصال معه بشكل جيد. شيخنا إذا تسمعني أهلا بك مجددا. نعم أسمع واضح. حياك الله. قراءات كثيرة ربما شيخنا تتحدث عن انسحاب السيد الصدر، ربما البعض يقول هذه عملية انقلاب ربما ستحصل على الحكومة، راح نتجه لحكومة طوارئ، هذه لإلغاء الانتخابات برمتها. البعض يقول لا هذا واقع حال والسيد انسحب بسبب سخط الشارع والأقاويل الكثيرة والاتهامات بسبب وضع الكهرباء والصحة تحديدا، وخصوصا ما حصل مؤخرا في الناصرية. يعني احنا خلينا نتفق على ان الوضع اللي جاي يعيشه البلد في جميع المجالات خصوصا منعتها القدمية والمستوى المعاشي وصل الى اسوأ حالاته. نتفق على هذه لو نختلف، احنا الان الوضع في العراق جيد مثلا، لو الوضع في اسوأ حالاته الواقع يقول ان الوضع في العراق اليوم في اسوأ حالاته في كل المجالات، وهذا تحصيل حاصل نتيجة للاداء الحكومي وبالنفس الوقت نتيجة للأداء البرلماني. وهذا الواقع اللي احنا نعيشه واللي هو في أسوأ حالاته ما مر به العراق خلال سقوط من 2003 وإلى حد الآن. بالعكس اليوم الوضع سيء جدا إلى أبعد الحدود، وهذا السيء والواقع المعاشي الآن هو اللي يدفع الشعب العراقي اليوم بالإصرار على إجراء الانتخابات. الإصرار على إجراء الانتخابات المبكرة واللي هي أصبحت مطلب جماهيري وشعبي من خلال التظاهرات اللي طالبوا بإجراء الانتخابات المبكرة. ليش يريدون إجراءات مبكرة؟ لأنه عرفوا أن الوضع اللي إحنا جايين نعيش به وضع مأساوي وخطير جدا، وبالتالي بحاجة إلى تصحيح هذه المسارات وبحاجة إلى التغيير. إذن موضوع الانتخابات هو ضرورة لا بد منها لإصلاح العملية السياسية برمتها. والكل تتفق على أنه 2018 خصوصا اللجنة اللي شكلها حيدر العبادي آنذاك رئيس الوزراء
انه انطت تقريرها قالت ان انتخابات 2018 نسبه الحاضرين بها 18.5% ونسبه التزوير لل 18 80%. اذا تقريبا 2% صح و 98% كلها مزور، وبالتالي انه ما حصل الان على خلفيه التزوير هو هذا نتيجة الواقع اللي جاي نعيشه، الواقع المأساوي والمرير. وإلا كيف ممكن إحنا سياسة الحرائق من يعني كل الوزارات بدأت تحترق، خصوصا المشاريع اللي بيها والمستشفيات جاي تحترق، الكهرباء الآن على غرار حديثك سيد أصامي يقول هذه هجمة موجهة للتيار الصدري واتهامات واضحة، استهداف أبراج الكهرباء، الحريق بالمستشفيات، هذا فقط لمنع التيار الصدري يعني من الدخول الى الانتخابات، ماذا تقول؟ لا لا بالعكس، احنا لا عفوا، اولا انه معالجة هذا الوضع الوضع الخطير والمأساوي اللي يعيش به البلد شلون نعالجه؟ احنا امامنا سيناريوهات، سيناريو البقاء على حكومة الكاظمي، والسؤال اللي يطرح نفسه بقاء حكومة الكاظمي تحقق اصلاحات وتغيير؟ الجواب لا، هي هذه اللي تقدمتها، أكثر من هذا ما عندنا. السيناريو الآخر اللي هي مثل ما تفضل الآخ حكومة الطوارئ، وهذه حكومة الطوارئ معناها انقلاب على العملية السياسية برمتها، يعني كيف ممكن أنه أنت وضد إرادة شعب، لأنه كيف ممكن أن تجي بحكومة طوارئ؟ والسيناريو الثالث اللي هو الفوضى، وهذا ما تدفع إلى قوة دولية وقوة إقليمية أنه يسود العراق الفوضى حتى ما يأخذ دوره طبيعي. والسيناريو الرابع هو أنه أن تجري الانتخابات المبكرة حتى تصحح المسارات وتأتي بحكومة وتأتي ببرلمان يمثل إرادة شعب، وحكومة تمثل إرادة شعب، وحكومة مهنية تستطيع أن تلبي حاجة العراق وتستطيع أن تحاكي معاناة الشعب العراقي اللي اليوم جاي يعاني من عتها من سوء الخدمات وتردي في المستوى المعيشي والبطالة وإلى آخره. هذا السيناريوهات المطروحة، أيهما أفضل؟ نذهب باتجاه حكومة الكاظمي اللي هي تحصيل حاصل لما يحصل للبلد، أو نذهب إلى السيناريو الآخر الفوضى ومعناها التدمير أكثر، أو حكومة الطوارئ؟ إذن أفضل السيناريوهات المطروحة هو أنه إحنا نذهب إلى انتخابات على أن تتوافق جميع الكتل السياسية، أنه أخطر ما في العملية السياسية أن الكتل السياسية مع الأسف الشديد يعني ما جاي يصير بيناتها تنافس حقيقي على أن أيهما يقدم خدمة للشعب العراقي. إحنا اليوم بحاجة إلى أن نصفر المشاكل بين القوى السياسية. مو صحيح أن نختلف القوى السياسية فيما بينها ويصبح الضحية هو الشعب العراقي. من المصلحة، من مصلحة العراق ومن مصلحة الشعب العراقي أن كل القوى السياسية تتفق على إجراء انتخابات نزيهة، تتفق على تشكيل حكومة تمثل إرادة الشعب العراقي. يعني واقع الحالي يقول إحنا صارنا 17 سنة من 2003 وإلى حد الآن ما جنى العراق من هذه الخلافات بين الكتل السياسية، وما جنى العراق غير الويلات واضح شيخ محمد. يعني واحدة من آليات تصفير الأزمات بين الكتل السياسية أو الخلافات كما ذكرت هو إجراء ربما السيد مقتدى الصدر بسحب التيار الصدري من السباق الانتخابي، على اعتبار لو لم ينسحب راح تكون أكو حرب أهلية، راح تكون أكو مشاكل كثيرة نتيجة الاتهامات أو نتيجة الوضع الحالي في الناصرية أو الواقع الصحي والكهرباء، لذلك انسحب حتى لا تصير هناك مشاكل. لا عفوا، واحد من أهم المشاكل أنه يفترض بكل الكتل السياسية وزعماء الكتل السياسية أن يتفق على جملة من النقاط. أولا، أول نقطة أنه كل كتلة سياسية لها جمهورها، ولا ينبغي لهذه الكتلة أو تلك أن تفكر بإقصاء كتلة أخرى. الكل عنده جمهور والكل موجود، هذه واحد. اثنين، أن تتفق أن كل الكتل السياسية هي اليوم جاي تقود العملية السياسية. يعني ماكو واحد من الكتل السياسية ما موجود بالعملية السياسية، موجود بالبرلمان وموجود بالحكومة، خلاص. فإذن ليش هذا الاختلاف؟ الاختلاف في نقطة أن الكل يريد أن يتصدر المشهد، كل واحد يقول أنه آني ويريد يقصد الآخر، وهذه هي المشكلة. ولذلك أنا أعتقد أنه تصدير المشاكل يعني يحتاج أن يكون حوار هادئ بين زعماء الكتل السياسية والاتفاق على جملة من النطاق،
واهمها انه لا يفكر حتى في ارضاء الاخر لانه الاخر موجود. طيب. وكل واحد من عندنا عنده جمهوره. طيب شيخ محمد خلينا نوقف عند هذه النقطه لو تسمح، واعود اليك بعد قليل بتفصيله اخرى. سيده قولشان، لو نرجع لموضوعات الاجراءات، ما ممكن تكون اكو استثناءات معينه مثلا؟ يعني انسحاب بهذا الكم الكبير بالنهايه راح ياثر على مجرى الانتخابات، على مشروعيتها، على مشاركه الناس. لا يعني هذا ما له تاثير، لانه انت اليوم اكو قوائم ترى مرشحه 200 مرشح 250 مرشح يعني، وبالتالي فيعني هذا لا يعني بانه انسحاب اي مرشح رايح راح ياثر على العمليه الانتخابيه. العمليه الانتخابيه راح تمشي حسب الخطه الزمنيه المرسومه لها، وهي بدت بعمليه التوزيع والانتشار. شنو تسمي هذا الانسحاب المفوضيه ست قولشان؟ والله المفوضيه اذا تجيها كمستقله هي ما تتدخل بالامور السياسيه اللي تخصهم. يعني انسحاب سياسي؟ مثل ما تفضل استاذ قبل قليل بانه هذه اختلاف بين في وجهات النظر بين الزعامات، وهذا يحتاج الى حوار فيما بينهم وحلها بالتي هي احسن. انا اعتقد اليوم لانه انا اعتبر الاحسن هو اجراء الانتخابات، وهذا اللي راح يودي الشعب الى بر الامان. وخاصه اليوم احنا الدوائر الانتخابيه مثل ما تفضل السيد قبل قليل، طبعا هذه لمصلحه الشعب. اليوم الدائره الانتخابيه اليوم الانسان او الشخص الناخب هو اللي دا ينتخب المنتخب، يعني الشخص اللي مرشح في نفس الدائره ما راح يجيب الكيان السياسي، لانه اذا الشعب ما يعني يريد هذا الشخص ما ممكن ينطي اصواته، لانه الانتخابات هذه انتخابات باراده الشعب، كانت هي قرار من الشعب في التظاهره التشرينيه اللي صارت. وبالتالي فوجود الدوائر الانتخابيه هذه في مصلحه المواطنين وفي مصلحه الكيانات طيب. السياسيه ايضا. ليش تقولي لي؟ لانه راح يبين مدى قوته في ومدى الشعب وإرادة الشعب بأنهم يريدوهم في الاستمرار أم في أن خروجهم من العملية السياسية. فاليوم هي الفرصة سانحة للجميع، ولا تتصور سيد اليوم إحنا حقيقة يعني نحكي من الجانب الوطني، نقول اليوم من يطلع 20 أو 30 أو 50 في تظاهرة لإسقاط سين من الناس أو صاد من الناس، هذا لا يعني بأنه هذا الكيان السياسي بأنه ما له مكانته في المجتمع. ايضا الى قواعد شعبيه، وانا اعتقد اليوم يعني واتمنى نتمنى الكل انه الكيانات السياسيه جميعها تتفاهم فيما بينها في وضع خطه عمل لرفع مستوى الشعب ومستوى الخدمات ومستوى الحاله اللي صارت عليها العراق. طيب السيد عصام، موضوع ذكرها الشيخ الصيهود قبل قليل انه لازم يلجأ قاده الكتل السياسيه كبار زعماء القوم الى الحوار الهادئ. انتهت فترة الحوار مع السيد مقتدى الصدر، هذا أمر لا رجعة فيه، لو قابل للتفاوض. السيد مقتدى الصدر لا يثق. لا يثق؟ بهؤلاء طبعا. هاي مشكلة. أبدا، لأن عنده تجارب مريرة معهم. كل خطوة سيد ما عنده شيء تسقيطي، الآخرين من يكتب تغريدة ما عنده شيء تسقيطي، إنما عنده شيء توضيحي، يوضح لهم إنه هذا اللي حدث خطأ. مثل قضية التطبيق الخضراء، حتى إيران استاءت. استياء كبير من هذا الفعل اللي صار، حتى هم انه رادوا يجملون الموضوع. ايضا هذا ما يثق بالكتل السياسيه ولا القاده ولا زعماء مع بعض. يعني هو بعد انا ما افرض على السيد، بس هو السيد كتعامل سياسي اللي موجود مو بمستوى طموح السيد. يعني السيد يقول لهم اخذوا وضع فاسد 60,000 ملف فساد ممكن ان تطرح تبين اي كتله فاسده. أي يعني يثق بنوابه بالنهايه سيد قبل يشعر انه هم جزء من عملية الفساد على اعتبار هم بالحكومة. سيد أصلا نحكي بصراحة، دائما ما يمكن يشار إلى التيار الصدري الكتلة الصدرية أنه تتحدث عن الحكومة عن ملفات في الحكومة وهي مشاركة في الحكومة وهي جزء منها. هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي التيار الصدري. والدليل الهزة اللي حدثت اليوم في قضية هذا انسحاب السيد للانتخابات حصرا، أما كسياسة كلاعب سياسي لا، لم ينسحب، له رأي سياسي في المرحلة المقبلة مثل ما قلت لك. يعني الانسحاب من العملية الانتخابية ليست انسحابا من العملية السياسية. أبداً أبداً، انسحاب فقط. كان سيد دقيق فقط من الانتخابات. يعني لا يفرحون شوية زايد، سيد موجود. أنا أقول لك في قضية كيف راح يتدخل حتى ننتهي من هالتفصيلة نروح لأخرى. كيف راح يتدخل إذا ما كان عنده نواب؟ سيد مقتدى الصدر وما يثق بالفرقاء السياسيين في النهاية. سيد مقتدى الصدر له ثقل
سياسي ولا ثقل يعول على جمهور الشعبي على اتباع تقريبا الكتل السياسيه ان السيد يقدر يحرك الشارع وهذا ما لا تريد الكتل السياسيه. العائق يعني الوحيد ممكن يكون اكو مظاهرات الوحيد او تظاهرات او اعتصام معين بالفتره المقبله. يعني خلاص يعني احنا بالنسبه لنا ننظر للعمل السياسي للاخرين بما ان التيار الصدري حجر عثره في طريقهم مع انهم رادوا يوصلون الوضع الى اوضاع متطوره جدا لكن التيار الصدري قدر انه يدمر وزاره الصحه ويدمر وزاره الكهرباء وقدر يحفر الشوارع والوضعيه مو تمام. فان شاء الله السيد الطاهم فرصه في المرحله المقبله ان تكون الكهرباء 24 ساعه وان يكون المقعد الصحي مقعد يعني 5 ستار. تعتقد انت التيار الصدري ما له يد بهذا الخراب اللي حاصل؟ ثقي الموضوع هسه حتى انه ماكو خراب. يعني القضيه اللي صارت قضيه الناصريه قضيه مضحكه جدا. يعني يوم 12 افتتح المستشفى التركي يوم 28 افتتحت المستشفى اللي احترقت 28/6 هسه قبل 12 يوم. ليش برايك السبب ليش نقلوا المرضى الى هذا المستشفى الكهربائي وعافوا المستشفى الكهربائي؟ ليش قضيه تعيينات اداريه 600 تعيين اداري تعاركوا بيناتهم حزبين مع مجموعه من المتظاهرين وسدوا المشفى ان المشفى هذا ما ينفتح اذا ما تتوزع على اساس بالعداله. احد الاحزاب وين ذهبت تريد مشكله مع من؟ مع وزير الصحه؟ لا مع المحافظ مع المحافظ مع المحافظ, مع المحافظ ومع هذا مدير الصحه. مدير الصحه احد الاحزاب طلع اصحاب يعني جمهوره متظاهر كتبوا فيه عن المشفى التركي لان يريد يحصل شعبه الصيدله بما فيها من اموال بحيث ان هم يشتغلون في مذاخر يعني اقتصاديتهم في مذاخر. هاي المذاخر تقدر تودي دول المستشفى تجارة وفتحوا صيدليات مقابل المشفى التركي. زين فنريد احنا هذا هاي الاحزاب هي اللي سببت هذا الحريق لا مو سببت هذا الحريق. لا كان ممكن انه ينقل يعني هذا المستشفى يوم 6/4 او 7/4 تقرير استخباراتي انه هذا المشفى غير صالح لرقود المرضى موجود وان هذا باكسجين وتنفيس والى اخره. هواي تعرفين لكن ما تحس اكو تزامن صار مع هذه المشكله مشكله التعيينات والحزبين يتعاركون فيما بينهم؟ نعم لا مو هنا الموضوع. عمليه الحرق اللي صارت خلينا نروح احنا وين ما نروح للمؤامره نروح انه حادث عرضي لكن هاي الحادثه ادت الى نقل المرضى لهذا المكان بين هاي الحزبين وبين المتظاهرين. كانت سبب كان يعني كان ما ماتوا كان من المفروض. المشكله الاكبر وين؟ البارحه طلع اسعد الماجدي مدير الصحه الجديد شو يقول؟ يقول كل عائق ماكو في قضية افتتاح المشفى التركي. زين يابا ليش ما وديتوا ذول المساكين بدل ما وديتوهم بالمشفى الكهرباني؟ ما وديتوهم للمشفى التركي، المشفى التركي كامل واجهزته كامله. على ليش ما يتم التصريح باسماء هذين الحزبين وبالنهايه يكون الشعب على درايه؟ انا البارحه صرحت وشيلوني دعوه اليوم سووا علي دعوه فما اقدر اصرح يعني اصير دعوتين. القضيه معروفين هم بالناصر اساسا ما يتكلم للناصريه يعرفون يعني يعرفونها. الاحزاب المسيطره هناك مسيطره على التظاهرات يعني تقدر تحرك عندها جمهور يحرك 50-60 نفر ممكن ان يصعدون بسدوته ويحرقون تاير ويحرقون شارع ويقفلون باب مستشفى ويقيلون مدير بلديه ويصعدون مدير بلديه. حتى يعني عبد الغني اسد حكاها انا حكيتها قبل يومين ثلاثه. صف ثاني ابتدائي يتحكم بالمحافظ ثق بالله ثاني ابتدائي يتحكم بالمحافظ ما نحكي عبد الغني الاسد يخاف يريد يسوي عليه دعوه ثق بالله شخص مهزوز تحكم به حزبين يتحكمون به معروفين هاي الحزبين. لا تروحين هسه الى قضية المناصب اللي موجودة في المحافظة راح تعرفيهم واحد واحد. قضية مدراء البلدية سيطروا كان التيار الصدري ما له كلمة هناك بالناس. التيار الصدري المستشار المحافظ طلع قال يعني نهائيا حتى تحالف الفتح ما له كل علاقة في قضية تأسيس يعني تعيين محافظ الناصرية حتى دولة لا دولة القانون عندهم. لذلك هذا الموضوع اللي حدث صراع على تعيينات على اقتصاديات على اموال اخرت ذهاب يعني هؤلاء المرضى الى المشفى التركي. ليش لعد كل ما يثار انه التيار الصدري هو من يقف اليوم إحنا العائق امام ربما الخدمات الصحيه هو اللي تسبب بزهق ارواح الناس الامور اللي صارت وزير الصحه السابق اللي الرساله اللي ظهرت محافظ الناصريه اللي البوست النشر وبعدها كذب الخبر وقال هذه مصطفى هذه التفاصيل كثير الناس. تعرفين شنو الموضوع؟ الموضوع انه هذا ابو الناصري عدت له صفحات، صفحه يديرها الحزب اللي يديرها، صفحه يديرها هذول يسمون نفسهم متظاهرين، صفحه هو يديرها. ثقي بالله يعني هذا الموضوع. وهاي الصفحه يعني مو صفحات وهميه كانت لا لا مو صفحه وهميه، هذا نزل رؤيته وهذا نزل رؤيته والمحافظ نزل رؤيته قال كذب، والباحه من الفجر يتصل بعض الاخوه يقول لهم شوفوا لي لقاء مع السيد مقتدى الصدر. اها طبعا هاي تحداه وخليه يقول كذب. ليثق بالسيد على شنو؟
قدم اعتذار أم ماذا؟ لا ما يقدم اعتذار، يعرف أن السيد هو يقدر يزيح. ها طبعا القوة السياسية سيد مقتدى الصدر كلهم ذولا هسه راح يكونوا بهذا. أنت أخو ملك سيد مقتدى الصدر، هسه الملك وخر بقى الوزير قدرون أن يكونون هم وزراء، قصدي لإدارة العمل السياسي ما راح يقدرون. ليش ما راح يقدرون؟ لأن هم أساسا ترتيبهم ترتيب صدامي مو ترتيب بناء. كل الأحزاب بيجات ممولة آلاف الدولارات يذبون عليها حتى يسقط ذاك الحزب. هؤلاء ما ممكن أن يكونوا في العمل السياسي. استبشرنا بتشرين خير أنهم ممكن أن يكونوا بدلاء عن هؤلاء. دولة المرحلة المقبلة بعد خصوصا بعد انسحاب التيار حتى ما راح يحصلون النتائج المرجوة، يعني لا يفرحون لأن هم الشعب العراقي نبذهم تقريبا. البعض يقول أنه التيار الصدري ربما شكك انه راح يحصل على 100 مقعد، رئاسه الوزراء ما راح تكون محسومه له، فلذلك سوى هذه الخطوه اعلاميه حتى يكسب الشارع، حتى يسوي شو هذا اللي يقول الشارع. سيد اصلا احنا خوارزميين، احنا ما يعني ما قاعدين نشوف قاعدين نصرح لا احنا خوارزميين، عندنا ماكينه انتخابيه. هاي الماكينه الانتخابيه عندها ارقام اللي شاركوا في الانتخابات 2018 1,650,000، اللي حدثوا ارقام جديده 600,000، يعني اللي عمر عمره 18 وكذا 19 و20 والى اخره. 600 عندنا ناخبين قد يصلوا إلى 1,250,000. 1,250,000 بالقوائم نكتسح 180 مقعد، نكتسح 180 مقعد إلى كل العراق، نبرشين 180 مقعد، وإذا هذا منتشر بكل العراق. لكن إحنا نعرف الأماكن اللي انتشر بها التيار، الأماكن اللي ضعيف بها، وقلت لك نستخدم أسلوب الدوائر الوهمية ونوزع المرشحين حسب هذه الدوائر بحيث أنه نضمن أكثر من 80 إلى 90 صوت، ونبقي بقية الأحزاب 60 إلى 70 صوت يتقسموها بيناتهم مع المستقلين مع التشرينين ولا يعني آخر. هاي الخطوة بعيدة عن موضوع إفلاس أو الباكة أو إفلاس. يعني أريد أسأل سؤال، إذا الأحزاب الكبيرة تتقاسم فيهم بينهم، أنا أعرج على كلامك بالنسبة صدري. للانتخابات 2018 اللي فات إحنا نعرف أنه كان أكثر من 70% كانوا أغلبية صامتة في هذه الانتخابات، وبالتالي فنعتقد أنه الكيانات السياسية اللي كان عندهم مؤيدين لهم اللي راحوا للتصويت أو للانتخابات هم 20 أو 30% اللي راحوا، صح؟ جمهور الأحزاب خلينا نقول. إيه نعم. إذن أكو 70% صامتة، وأكو هسه أحزاب جديدة تشكلت حاليا، وهي الأحزاب ممكن تتحرك على هاي فرصة كبيرة كبيرة في الانتخابات القادمة. اليوم إحنا نعتقد من مصلحة الشعب العراقي إنه الكيانات السياسية تقلل من هاي الاحتدام فيما بينهم وتفسح المجال انه تشوف ثقلها في الشارع اللي بيهم ما يخليهم ما يقدرون. وانا قبل قليل ارجد وأأكد عليك، خلي كل كيان سياسي يطرح للشارع العراقي يقول اني اذا فزت بالاغلبيه اني هذه الناس اللي راح انتخبهم كحكومه، وفي حاله مخالفتهم خلينا نقول ما تحقق اللي تريده الشعب من خدمات، هي الأغلبية اللي راح يحققها في الانتخابات هو راح يزيح هاي الحكومة. بعد ماكو داعي مثلا هنا اليوم أنا أشوف اليوم الانتخاب المزدوج مهم جدا، هذه سوينا دراسة عليها من قبل إحنا كخبراء، وأيضا هسه قدمتها برنامج قبل قليل هي أحد الأحزاب الجديدة اللي هي قادمون ومقدمتها للشارع العراقي وراح تنفذها. فأنا أعتقد اليوم أستاذ العزيز يعني أنا ويا السيد أقول اليوم هاي الخوارزميات وهاي احنا الشعب العراقي شعب تحرك المشاعر، وبالتالي احتمال تتغير، يعني كل اللي احنا نتوقعها مرات ما تطلع مثل ما نريد. لذلك انا اتمنى انهم يرجعون للعمليه الانتخابيه، واتمنى ايضا ان يكونون لهم في الوقت الحالي حتى تمشي الامور بشكل يرضي الجميع. اما بالنسبه قانونيا صدقني اذا طلعتوا او ما طلعتوا فهذه ما راح يأثر الانسحاب، العملية الانتخابية راح تمشي. طيب سيدة قولشان، يعني ربما هناك إشكالية إذا أبقى التيار الصدري، إذا أبقى على قراره بالانسحاب وبقيت الأسماء مثل ما ذكرتي كما هي لن تؤثر على القوائم والأرقام ستكون ثابتة، واحد من جمهور التيار الصدري راح ينتخب فلان من الناس اللي هو منسحب، شنو الإجراء؟ صوت باطل غير هذا؟ هذه مشكلة، لأن هم راح يثقفون. اليوم أنا أعرف سيد مقتدى وكلامه يعني على المؤيدين مالته مؤثر جدا، وبالتالي هم راح إذا صدق هم يعني يردون ينسحبون إن شاء الله ما ينسحبون، نحن المفوضين نتمنى كل الكيانات تشارك.
لكنه إذا في حالة لازم أكو تثقيف على هذا المجال، يعني مثلا يثقفون تثقيف للجمهور حتى ما يروحون ينتخبون، هم دوائرهم ترى معلومة. وفي حال يعني راح أحد الجماهير انتخب شنو الإجراء؟ ما ينتهي بعد يعني هو صوت يعني تنعرض نتائج 10-20 إيه صوت إله يعني همينة تجي للصدريين، وهذه هم تشكل إشكالية للمفوضية. هو أنا يتحدث عن هذه الإشكالية راح تسوي إشكالية في موضوع فرز الأصوات وإلى آخره، راح يصير نائب يعني إذا في حال تحصل غير العتبة اللي مثلا خلينا نقول الأفضلية أو الأكثرية في الأصوات بالقائمة، يعني مثلا سبب الدائرة أكو 4-5 مثلا مقاعد، 4 للرجال 1 امرأة، لأن احنا نعرف التوزيع الدوائر على الكوتا صارت، فإذا واحد من عندهم صدري وأغلبية حصل حتى لو ينسحب هو محسوب نائب إلا اللهم هو يعتذر، هاي حالة راح يشتت الأصوات على الأحزاب. تدري ايش راح يصير؟ إيه يعني من فائدتهم هذه أساسا مشتتة الأحزاب، لا هسه فائدتهم سيئة صدقني. يعني أنت اليوم مثلا خلينا نقول طيب خلينا نشرحها إذا تسمحي لي، عندنا قلنا 4 وبين 4 واحد من الموجودين هو شنو هو مرشح من التيار الصدري، فإذا راح المؤيدين راح يصوت إيش راح يصير؟ راح يروح الأصوات لهذا الشخص. إذا في حال هو فاز وبعدين قال أنا انسحبت، الصوت راح ينتقل لمن؟ المقعد راح ينتقل الأقل من عنده. أنت في هذا الحال هم خدمت خدمت أنت يعني خدمت الكيان الآخر. طيب خليني أنتقل لشيخ الصيهود مرة أخيرة. شيخ صيهود ذكرت أنه لازم نلجأ للحوار الهادئ والسلس للقضاء على الخلافات السياسية، وبالنهاية الانتخابات هي الحل الوحيد مثل ما ذكرت. هل ستؤثر الكتل السياسية على السيد مقتدى الصدر لو مثل ما قال السيد عصام هو لا يثق بأي أحد حاليا، وربما سيكون هذا القرار لا رجعة فيه، خصوصا وأنه قال لن أكون منهم ولا فيهم ولا معهم؟ كلام واضح. الهيئة السياسية أوقفها بالكامل يعني عفوا ما تحدث به الأخ العزيز يؤكد صحة ما قلته، أن الخلافات بين الكتل السياسية واللي هي على أشدها هي اللي وصلت البلد إلى ما وصلت إليه الآن، أن التنصل عن المسؤولية هو اللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، أنه عدم تحمل المسؤولية وإلقاء التهم على الطرف الآخر هو اللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. هذه الخلافات اللي تحصل وحصلت بين الكتل السياسية هي اللي سببت الحريق بمستشفى الحسين ومستشفى الخطيب، هي اللي تسببت بالحرائق اللي حدثت في الوزارات. الخلافات بين الكتل السياسية والتنافس على المناصب والتنافس على الامتيازات واقتصاديات الأحزاب هي اللي خلت الكهرباء ما ترجع ولا راح ترجع في ظل هكذا سياسات خاطئة بين الكتل السياسية. ما جاي يحصل بالبلد من مأساة حقيقية ومن معاناة يعاني منها الشعب العراقي وجاي يدفع ثمنها هي سببها الخلافات بين الكتل السياسية. ولذلك أنا أقول أنه إحنا جربنا الخلافات السياسية من 2003 وإلى حد الآن. نعم حققت المصالح الحزبية، المصالح الحزبية تحققت في ظل هذه الخلافات السياسية، لكن مصلحة البلد وين صارت ومصلحة الشعب العراقي وين صارت؟ الشعب العراقي الآن جاي يدفع ثمن، جاي يدفع دماء سبب هذه الخلافات، جاي يدفع ما يدفع الآن هذه المعاناة الحقيقية اللي العالم وين وصل بالكهرباء، وإحنا نباوع على كهرباء تجينا ماكو، خدمات ماكو، بطالة منتشرة، والله أكو مناطق عندنا بالشعب ومناطق بسبع قصور ميتة من الجوع، سقف ما عندهم بسبب الخلافات السياسية بين الكتل السياسية، بسبب اقتصاديات الأحزاب اللي عثت بالبلد الفساد. ما يحصل بالبلد هو سبب الخلافات. ولذلك أقول إحنا جربنا 17 سنة خلافات بين الكتل السياسية وتسقيط، أحد يسقط بالآخر وأحد يتهم الآخر ويتنصل عن المسؤولية. أقول خلي نجرب طريقة أخرى اللي هي أن تقعد الكتل السياسية وتتفاهم وتتحاور حوار هادئ وبناء من أجل العراق، من أجل الشعب العراقي اللي الآن جاي يدفع الثمن. وأنا طرحت 4 سيناريوهات، خلينا نختار واحد من عندهم. طيب نختار سيناريو بقاء الكاظمي مثلا
وراح نجني ما نجنيه الآن. هذه حكومة الكاظمي، هذا اللي قدمته، ما قدمت شيء أكثر مما هذا، ولا راح تقدم بالمستقبل. طيب إذا هذا السيناريو خلينا نتركه، نجي إلى سيناريو نذهب باتجاه حكومة طوارئ، وهذه حكومة طيب. الطوارئ. واضح يعني شيخ محمد، يمكن يعني أنت ذكرت كل هذا قبل قليل، وحتى نستثمر ما تبقى لنا من وقت. لا أنا أريد أوصل، أنا أريد عفوا نعم. أنا أريد أوصل من خلال هذا إلى أيهما سيناريو نذهب إليه. لا يوجد سيناريو يحقق مصلحة العراق ومصلحة الشعب العراقي إلا أن نذهب باتجاه الانتخابات. طيب. حتى نصحح هذه المسارات الخاطئة، كل الكتل السياسية تتفاهم فيما بينها، تترك مصالحها الشخصية، تترك الأنا شوية، خلينا بهذه الانتخابات خلينا نترك الأنا وخلينا نفكر بالعراق ونفكر بالشعب العراقي. واضح. يعني هاي السنين صار لنا 17 سنة، عفوا تركي لي شوية مجال، أنت ما أعطيتي لي مجال. يعني وياك شيخنا بس انقطع وياك الاتصال وراح من وقتك شوي، تفضل لك الوقت. عفوا أقول أنه اقتصاديات الأحزاب اللي من 2003 وإلى حد الآن وجلت من الأموال ما جنت كافي، خلنا نطي هالأربع سنوات القادمة خلنا نفكر بالعراق، خلنا نفكر بالشعب العراقي، خلنا نفكر نحسن من مستوى مو الشعب العراقي، هو اللي جابكم، هو اللي خلاكم بالحكومة، هو اللي خلاكم بمجلس النواب، خلينا نفكر به، كافي نفكر بأنفسنا، كافي نفكر بالأنا، كافي من اقتصادياتنا. والله أول الإجراء، أول إجراء اللي يفترض أن تتجه إلى الأحزاب هي أن تلغي الاقتصاديات. وخلينا نفكر نقعد على طاولة طيب. حوار هادي، وين مصلحة العراق؟ أنا أشوف أنه خلينا نذهب بهذا الاتجاه. نعم. يكفي هذه الخلافات اللي بيناتنا. طيب. يكفي أنه إحنا وحدنا ما يثق بالآخر، لأنه عدم الثقة بالآخر ما راح توصلنا إلى نتائج. النتائج الحقيقية هي أن نذهب بانتخابات في أجواء أمنية آمنة حتى نصل إلى حكومة تستطيع أن تلبي حاجة العراق وحاجة الشعب العراقي. طيب شيخنا، آخر سؤال لسيد عصام، يعني البديل للتيار الصدري إذا ما بقى راح يحاسب السياسيين، ذكرت السيد مقتدى الصدر سيبقى موجود على الساحة السياسية، سيتدخل، سيعدل، سيحاسب الفاسدين كما أشار في بيانه، والبعض ربما بدأ يحلل يفك بعض الخوارزميات، بعض الشفرات في الأعلام اللي خلف السيد مقتدى الصدر، بعضهم قال أكو راية جيش المهدي موجودة، المجمد طبعا ممكن يرجع جيش المهدي، وعلى أساس جيش المهدي راح تتم المحاسبة بعيدا عن الحكومة. شنو الإجراء القادم؟ معارضين نازلين ساحات؟ تفضل. بالنسبة للرايات اللي موجودة، الراية الأولى قاتلة تنظيم القاعدة، زين. الراية الثانية قاتلة الأمريكان، زين، كانت اختصاص أمريكان. والراية الثالثة قاتلة داعش. الراية الأولى تم استغلالها من قبل هذه الأحزاب في تلك الفترة. سيد مقتدى الصدر جمدها في عام 2007 بالضبط، لكن عملاء الأحزاب ظلوا يشتغلون باسمها لحد عام 2008، اختلقوا الصراع اللي بعدين صاروا حشد وإلى آخره مع السيد المالكي، وراحوا للسجن إلى آخره. هذه الأوراق الثلاثة العسكرية يلوح بها السيد في حالة الحرب الأهلية ستكون هاي ضامنة، ما ممكن أن ينزلق العراق بحرب أهلية، يعني ما راح يكون جيش المهدي قاذفته، وراح يكون صمام أمان في المناطق اللي من الممكن أن يحدث فيها صراع مسلح خصوصا ناصرية، يعني ممكن أن يرجع بأي لحظة في حالة الجنوب إذا صار به حرب أهلية. لازم أن يكون هناك ضامن، خصوصا السياسيين يعني ما شاء الله ما عندهم مشكلة تصير حرب أهلية، أساسا يبدون يضبطون بالجماهير قوم يزيد وقوم الحسين، ما عندهم مشكلة، هم أساسا ما عندهم إنجاز. لما يكون ماكو إنجاز تروح وين؟ للروحانية أو للروحية الإنسانية، يعني تلاطف عقيدته، تلاطف بقية الشيء اللي يحبها. لذلك هاي الرايات رايات تهديد يعني واضح لأمريكا أنه إذا دخلتوا بالعراق وسببتوا بحرب أهلية فيكون لواء اليوم الموعود موجود، إذا حاولتم تحتلوا العراق لواء اليوم وإعادة إنتاج داعش مرة أخرى موجودة سرايا السلام. كل هذه الرايات الثلاثة ستكون بخدمة العراق. هذه رسالة، يعني فيها رسائل ما كانت موجودة اعتباطا السيد، يعني حتى لما يستوعب ما انتهيت رسالة السيد، بعض المفردات كررها مرتين، هذا أيضا بها السيد عبارة عن رسالة، مشيته رسالة، مشيته اللي راح للانتخابات جابت 54 مقعد. يعني السيد راح تكون المعارضين إذا ما التزمتم بقرار الانسحاب، لما يكون معارضين السيد ما يسمح أن يسلمهم سلطة، على أي أساس يعطيهم سلطة؟ انسحبتوا شلون؟ أنتم انسحبتوا من السلطة؟ أكو عمل سياسي، عندنا قوة سياسية، تريد أن تنتصر السلطة للطبقة الخضراء على أي أساس؟
اللي يحسن سلوك السياسي يعني راح يبقى يمارس السلطة خارج نطاق الحكومة يمارس السياسة يمارس طبعا العمل السياسي مفتوح. سيد مختلف صدر أنت تيجي تحكيني وتنقطيني والله ما أعرف شنو خطوات السابقة سيد مختلف صدر. وإذا ما تم الانصياع لهذه الأوامر شنو الحل؟ أيوة. سيد الصدر أمر بشيء معين وهو خارج الحكومة ما عنده نواب شنو الحل؟ ينصاعون ينصاعون رغما عنهم قصبا عليهم ينصاعون. إذا السيد مختلف صدر قلت له شو عبارة عن رسالة مشيت روح تجيت طيب سالة. سيدة أسامة سين أبو طير الصدري شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت به أيضا سيدة, سيدة غولشان كمال عضو سابق من فوضية الانتخابات حياة الله شكرا لوجودك اليوم ويانا وأيضا الشكر الجزيل للشيخ محمد الصيهود النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون. شكرا لكم مشاهدينا في أمان الله.